هاي، السلام عليكم يا جماعة. وقفنا هون باللايف الماضي، تعلمت أسجل فحصير أسجل لكم إن شاء الله، لحتى إنه بتحضروا على كيفكم مسرع وهيك، وأسهل إلي يعني من إني أفوت وأعمل لايف وهيك، فتعلمت أخيرا، والشكر لزميلكم معاذ هو اللي علمني. طيب نكمل. وقفنا هون، تمام. اليوم حنحكي عن البليتلتس والهيموستاسس، تمام. البليتلتس اند هيموستاسيس، حاحكي اشرح راح اشرح لكم، وحطيت لكم رسمات كثير حلوين، ما حتنسوا الموضوع ان شاء الله، حتشوفوه كثير بسيط. الهيموستاسيس مهم تفرقوا بينها وبين الهوميوستاسيس اللي اخذناها باول المحاضرات. الهوميوستاسيس كان اتزان جسم بشكل عام، اتزان الجسم اللي هو كان معني اذا بتتذكروا بالاكسترا سيلولر فلويد، تمام. بينما هون الهيموستاسيس مهم بالبالانس للبلد، بس للبلد، ما بيهمني اشي ثاني، بس للبلد، تمام. فالهيموستاسيس مهتم انه يحافظ لي على البلد. كيف يحافظ على البلد؟ الهيموستاسيس معني بامرين، تمام. اول واحد انه يعمل لي بريفنشن للبلد لوس، انه ما يصير عندي نزيف واخسر دم برا جسمي. وشغله ثانيه انه يحافظ على البلد باتس ليكويد ستيت، يعني ما اخسر دم من جسمي، يصير عندي نزيف، وبرضه الدم اللي بجسمي يضل اضل محافظه عليه بالليكويد ستيت، يضل سائل، تمام. فبحكي لك هون ان whenever انه الفيزلز، مجرد ما صار للفيزلز انه تروما او رابتشر، يعني مجرد ما صار في عندي انه خربت الاوعيه الدمويه، شو بصير عندي؟ there will be series of events responsible for the rapid repair of any break in the vascular endothelium. شو حيصير عندي؟ راح يصير عندي سيريز، يعني راح يصير عندي احداث كثيره انها تحافظ لي وتعمل لي رابيد ريبير لاني بريك فاسكولار اندوثيليوم. بسرعه بصير في بجسمي احداث بسرعه بتحافظ لي او بترجع لي، بتعمل ريبير لاي خلل صار بهاي الاندوثيليال اللي مكونيت لي البلاد فيزلز، تمام. فديفكتيف هيموستاسيس ماي ريزلت ان، لما يصير عندي خلل بهذا الهيموستاسيس، ما احنا شو حكينا وظيفته؟ اول شيء يعمل لي بريفنشن للبلود لوس، ثاني شيء حافظ لي على البلود بالليكويد ستيت. فمجرد ما صار فيه خلل ايش حيصير؟ حفقد هدول الثنتين، فحيصير في عندي هيموريجيك ديس اوردر، راح اخسر دم لاني خسرت هاي الوظيفه انه هو بريفنشن بلود لوس، فحيصير عندي هيموريجيك ديس اوردر. ولما اخسر وظيفه انه الليكويد ستيت، شو حيصير عندي؟ انترا فاسكولار كلوتينج اللي هي ثرومبوسيس، تمام. هلا نيجي نحكي عن الكاركترستكس اوف بليتلتس. شو خصائص هاي البليتلتس؟ نفس يعني معلومات عامة، انه برضو بسميها ثرومبوسايت، والديسك تاعها تقريبا من 1 لـ 4 بالدايمتر. هاي المعلومات I think انكم لازم تكونوا عارفينها من الهستو. formed in the bone marrow، حكيناها باللايف اللي قبله. البون مارو هو اللي بيصنع لي هاي الاشياء كلها، من الميجا كاريوسايت اللي حكيناها برضو باللايف الماضي. اذا الميجا كاريوسايت هي البريكرسر للبليتلتس، وين طبعا مين اللي بيصنعها؟ البون مارو. في وهي انيوكليار باديز، ما عندها نيوكليوس، وذ نورمال كونسنتريشن. النورمال كونسنتريشن الها بجسمنا 150,000 لـ 350,000 لكل مايكرو متر مكعب، هاي نسبتها الطبيعيه بالدم، تمام. اللايف سبان تاعها 10 ايام فقط. اذا بتتذكروا الار بي سيز كانت 120 يوم، تمام. مهم تفرقوا بينهم، 10 ايام بس للبليتلت. والاولد وانز ريموفد باي تيشو ماكروفاج موستلي ان سبلين. برضه حكينا المره الماضيه السبلين كنا حكينا عنه مقبره اذا بتتذكروا، لانه هو المكان اللي بدمر الار بي سيز، وبرضه هو اللي بدمر البليتلت بواسطه الماكروفاج الموجودين فيه. طبعا their production، رجعنا نحكي عن البليتلتس، is under the control of thrombobiotin hormone which is produced by the liver. اذا الليفر بيصنعني thrombobiotin، هذا thrombobiotin هو المسؤول عن البرودكشن والكنترول للبرودكشن اوف بليتلتس. اذا بتتذكروا برضو ارجع اذكركم لحتى تحفظوا للار بي سيز مين كان يعمل لها كنترول، كان الكدني مش الليفر، الكليه مش الليفر. شو كانت تعطيني؟ erythrobiotin. بينما الليفر بيعطيني ثرومبوبايتين، بيحافظ لي او بيعمل كنترول على البرودكشن للبليتلتس، اوكي. هي رجعنا معلومات، فرق بينها وبين الار بي سيز انه اللايف سبان للبليتلتس 10 ايام، بينما الار بي سيز كانت 120 يوم. مين اللي بيعمل كنترول للبرودكشن للبليتلتس؟ الثرومبوبايتين من الليفر، بينما الار بي سيز كان الاريثروبايتين من الكدني، تمام. thrombobiotin increases number of megakaryocytes and stimulates them to produce more platelets. شو بيعمل لي هذا الثرومبوبايتين اللي من الليفر؟ بيزيد النمبر للميجا كاريوسايت اللي هي البريكرسر، اللي هي الام
اللي بتعطيني بلاتلت، بزيد عدد الام اللي هي الميجا كاريوسايت لحتى تضل تعطيني بلاتلت. الفانكشن اوف ذا بلاتلت، نيجي نحكي عن وظائف هاي البلاتلت. اول شيء البلاتلت كونتريبيوت تو فازو كونستريكشن، اول شيء بتعمله البلاتلت اللي هو الفازو كونستريكشن، بتضيق الشريان immediately after vascular injury، يعني بسرعة أول ما يصير في عندي injury، أول ما يصير عندي جرح بهذا blood vessels، دغري البلاتلت أول شي بتعمله إيش؟ vasoconstriction، بتفرز مواد دغري بتخلي هذا blood vessel يعمل constriction لحتى ما يصير عندي نزيف كبير. فهاي أول وظيفة للبلاتلت. ثاني وظيفة بتعمل aggregate to plug the vascular injury، بتتجمع محل هذا الجرح وبتعمل لي plug، شيء اسمه plug اللي هو تجمع platelets، تمام؟ بعدين هاي الاكتيفيتد بلاتلتس اللي تحفزت من ورا هذا الانجري بتفرز لي اشي اسمه ادينوسين داي فوسفيت. ادينوسين داي فوسفيت شو وظيفة هذا الادينوسين داي فوسفيت؟ هذا بيعمل بيشتغل على البلاتلتس الثانيين، تمام، اللي مش اكتف، وبيعمل لهم بيخليهم اكتف وستيكي اند ادهير تو انذر بلاتلتس. يعني البلاتلت نفسها مجرد ما تحفزت بتفرز ادينوسين داي فوسفيت، هذا الادينوسين داي فوسفيت بيروح بيحفز البلاتلت الثانيين وبيخليهم مور ستيكي كثير، يلزقوا بشكل اكثر على الانذر بلاتلتس ويتجمعوا لحتى يعملوا لي بلاج. فهي بوزيتيف فيدباك، اذا بتلاحظوا البلاتلت بتفرز ادينوسين بيروح بيحفز البلاتلت الثانيين وبيخليهم يجي يتجمعوا كلياتهم سوا. فاول وظيفه انها بتعمل فازو كونستريكشن ايميديتلي بسرعه افتر، يعني لو يسالك ايش اول رد فعل مني من الجسم او من البلاتلتس اول ما يصير عندي بلاد فازل انجري هو الفازو كونستركشن. مين اللي بيعملوا؟ البلاتلتس بتفرز اشياء بتخلي يصير عندي فازو كونستركشن. فاول وظيفه لها فازو كونستركشن، بعدين بتعمل اجريجيشن بتتجمع سوا بتعمل لي بلاج لحتى تسكر، تحاول اول شيء تسكر بشكل مبدئي، لسه لقدام بصير اشياء اكثر يعني. فاول شيء بتسكر بشكل مبدئي ببلاج بلاتلت بلاج، بعدين هاي اللي صار لها اكتيفيشن البلاتلت اللي تحفزت بتروح بتفرز لي ادينوسين داي فوسفيت اللي بيروح بحفز البلاتلت الثانيين لحتى يجي يتجمعوا اكثر واكثر. فهي بوزيتيف فيدباك. الوظيفه الرابعه للبلاتلت انها فيها كونتراكتيل بروتينز، هي البلاتلت نفسها فيها كونتراكتيل بروتينز اكتين اند مايوسين، هدول يعني زي ما تحكوا زي الشيء بشد يعني كونتراكتيل بروتين يعني بينشدوا بيسكروا الجرح. وفيها هم هدول الكونتراكتيل بروتين بيساعدوا موجودين بالبلاتلت برينج اوت كلوت ريتراكشن، يعني الجرح هذا بتقرب طرفين الجرح لحتى تسكر المكان. يعني صح بيتجمعوا البلاتلت بيعملوا لي بلاج، بعدين في اشياء ثانيه بتتجمع برضو، وبالنهايه هدول الكونتراكتيل بروتينز اللي موجودين بالبلاتلت هم اللي بيعملوا لي ريتراكشن كلوت ريتراكشن، زي لما الخيط لما نخيط جرح ونلزقه على بعض. فهاي الكونتراكت البروتين اللي موجودين بالبلاتلتس هم اللي بيقوموا بهاي الوظيفة، تمام؟ وظيفة خامسة انه هي نفسها البلاتلت فيها growth factor، بتفرز growth factor. هذا الاشي شو بيعمل؟ بيعمل stimulation للميتوسيس بالفاسكولار وولش، اللي بالنهاية شو حيصير عندي؟ repair of damaged vessels. يعني هاي البلاتلت بتفرز اللي برضو وظيفة إلها بتفرز growth factor، هذا growth factor بحفز إنه يصير عندي mitosis بجدار هاي الأوعية الدموية. لا يصير عندي mitosis لحتى ترجع تجدد حالها وهي تتسكر من حالها بدون حاجة لبلاج ولا لأي شيء، الجدار نفسه يرجع ينبنى. مين اللي بيساعد بهذا الإشي؟ البلاتلت بسبب growth factor اللي عندها. فهاي خامس وظيفة إلها، يعني شوف قد هي مهمة. سادس وظيفة البلاتلتس برضو seem to be يعني ممكن انها تكون involved with all، يعني من هذا الحكي كله اللي حكيناه فهي involved in all stage of hemostasis، موجودة بكل stage of hemostasis from the initial reaction till the final repair، من الانيشال reaction اللي هو اول شيء بيصير عندي اللي هو vasoconstriction لحد الريبير، هي بتكون موجودة involved من الفازوكونستريكشن هي بتعمله، والريبير بتساعد فيه لانها بتفرز جروث فاكتور. فهي موجوده تقريبا بكل الستيج تاعون الهيموستاسيس لما يصير عندي انجري بالبلاد فيزلز. طبعا هي نفس الشيء اللي بارتيسيبيت ان فازوكونستريكشن اوف انجرد بلاد فيزلز اند كلوت فورميشن. طبعا ان اوردر هسه نيجي نحكي على البليدنج، لما يصير عندي نزيف انا صار عندي جرح ببلاد فيزلز، هذا الجرح صار، فأنا in order to stop bleeding أنا بدي أوقف البليدنج، في عندي 3 mechanisms should happen، لازم يصير في عندي 3 mechanisms لحتى أوقف النزيف اللي صار بسبب جرح بأحد الأوعية الدموية. شو هاي الميكانيزمز؟ ال 3 mechanisms اللي بتصير، أول شي لازم يصير عندي vasoconstriction، حكينا مين بيساعد فيه؟ البليدلت، لازم يصير في عندي vasoconstriction، بعدين لازم يصير في عندي platelet aggregation
بعدين لازم يصير في عندي formation of clot. البلاتلت اجريجيشن اسمها بلاج، تمام؟ البلاتلت اجريجيشن اسمها بلاج. فاول شيء بصير عندي فازو كونستريكشن، بعدين بلاتلت اجريجيشن اللي هي بين قوسين بلاج، بعدين بصير في عندي كلوت اللي هي الفاينل ريزلت ستوبينج اوف بليدنج، يعني بدي اوقف هذا البليدنج. نيجي نحكي عن اول واحدة، هسه رح نحكي عنهم واحدة واحدة، الفازو كونستريكشن، البلاتلت، بعدين البلاتلت اجريجيشن، بعدين رح نحكي عن الكلوت. اول واحدة الفاسكولار كونستريكشن، نيجي نحكي عن الكونستريكشن شوي. طبعا حكي عن هو الفيرست رياكشن للربتشرد اور كات بلاد فيزلز، صار عندي جرح قطع ببلاد فيزلز معين، هو الفيرست رياكشن الفاسكولار كونستريكشن. مهم تتذكروا هاي المعلومه انه هو الفيرست رياكشن والبلاتلت بتساعد فيه. اميديت رياكشن، اميديت يعني بسرعه، هو اول رد فعل. ذات ويل ريديوس فلو اوف بلاد فروم رابتشرد فيزل، يعني هو بقلل انه يطلع عندي الدم من هذا اللي صار له رابتشر. شوفوا هون هالجرح دغري صار، مجرد ما صار عندي انجري صار عندي فازو كونستريكشن، فقل الدم اللي بيطلع من هذا البلاد فيزلز اللي صار له دامجينج، تمام؟ the degree of vascular constriction is directly proportional to severity of damage. كيف يعني؟ يعني كل ما كان البلاد فيزلز خربان، يعني صار له كت اكبر، صار له جرح اكبر، كل ما كان مقدار هذا الكونستريكشن اكبر. فهما علاقه طرديه بين الفاسكولار كونستريكشن وبين مقدار الجرح اللي صاير فعليا. كل ما كان اكبر كل ما كان قوه الفاسكولار كونستريكشن اكبر، وطبيعي يعني لانه تخيلوا انه جرح كبير وبرضه الكميه قليله، الاثر قليل تاع الفاسكولار كونستريكشن، وهو اول رياكشن من البادي، فهو بالمنطق انه لازم يكونوا بروبورشنال، دايركتلي بروبورشنال، انهم علاقه طرديه. ف the greater the degree of the greater the vessel is traumatized more، يعني كل ما كان الدمج اكبر كل ما كان عندي greater the degree of spasm. The spasm can last for minutes or even hours during which the events of platelet blood formation and the blood coagulation can start. يعني هذا السبازم أو هذا الكونتراكشن ممكن يضل من دقائق لحد ساعات. يعني طبعا خلال هذا السبازم بصير في عندي activation للإيفنتس اللي هما البلاتلت بلاج اللي هي الأجريجيشن وبرضو البلاد كواجيليشن كان ستارت خلال هذا الكونستريكشن، تمام؟ نيجي نحكي عن النقطة الثانية اللي هي formation of platelet blood بلاج اللي هي البلاتلت أجريجيشن. Normally platelets do not stick to smooth endothelial lining of blood vessels. يعني بشكل طبيعي البلاتلتس حكينا هي مكون من مكونات الدم، لكن انها ما بتقدر ترتبط بجدران الأوعية الدموية. ليه؟ لأنها smooth، تمام؟ smooth وهي ما بتقدر تلزق فيها، وهسه حنحكي أشياء ثانية برضو بتخليها ما تلزق فيها. ف if blood vessels wall is broken or injured the endothelial surface become rough and collagen fibers are exposed. يعني مجرد ما صار عندي قطع، هاي شايفين، مجرد ما صار عندي قطع بجدار هذا الوعاء الدموي، في هسه قبل هسه هذا البلاد فيزلز، تمام؟ على سطحه الخارجي في عندي بروتين بقوي، هذا البروتين اللي هو الكولاجين، تمام؟ بس مش موجود من جوا، تمام؟ هذا الكولاجين خشن شوي، اوكي، رف. فانا لما يصير عندي قطع او انجري بهذا البلاد فيزلز، الكولاجين شو حيصير هون؟ الدم رح يصير يتعرض لهذا الكولاجين، وهذا الكولاجين رف خشن، تمام؟ سطح خشن، والبلاتلتس بتحب ترتبط بالكولاجين، مجرد ما شافت كولاجين بتروح بتلزق فيه. لهيك انا ما عندي كولاجين من جوا مغطي الوعاء الدموي من جوا، الكولاجين بس مغطيه من برا، لانه لو كان جوا حيكون البلاتلت ما هي بتموت عليه، فاول ما تشوفه حتلزق فيه دغري. فلهيك انا ما عندي جوا، ولهيك ما بترتبط جوا. هذا اول سبب ما بيخلي البلاتلت ترتبط على سطح الوعاء الدموي من جوا، لانه ما عندي كولاجين. بينما لما صار عندي جرح الكولاجين بسرعة انكشف للدم، فأول ما البلاتلت شافته راح تلزقت فيه تموت عليه. فمجرد ما يصير عندي قطع بصير في عندي رف سيرفس، هذا الرف سيرفس بسبب الكولاجين البلاتلت بتموت عليه، بتيجي بترتبط فيه، تمام؟ The platelet stick to exposed collagen fibers in the vessel wall making platelets plug. بتيجي بتتجمع ترتبط بتلزق بهذا الكولاجين بتعمل لي platelets plug. The activated platelets هاي اللي صار لها activation، البلاتلت صار لها activation وعملت بلاج، شو حكينا بتفرز؟ بتفرز ال شو حكينا ايش هو كان؟ بتفرز الأدينوسين داي فوسفيت، هذا الأدينوسين داي فوسفيت بيعمل activation لمور بلاتلتس and this is positive feedback mechanism زي ما حكينا، تمام؟
طبعا نيجي نحكي هون بالعربي نفس اللي انا بحكي لكم اياه تقريبا، فما تدققوا فيه. البلاتلتس اجريجيشن، البلاتلتس اجريجيت بتيجي بتتجمع على الفيزل ديفكت ثرو بوزيتيف فيدباك ميكانيزمز انفولفينج ذا ريليز اوف ادينوسين دايفوسفيت. حكينا البلاتلتس اول شيء بتيجي بتشوف الكولاجين بتلزق فيه، مجرد ما لزقت فيه تحفزت بتفرز ادينوسين دايفوسفيت، هذا الادينوسين دايفوسفيت بيروح بيحفز بلاتلت الثانيين بيجي اللي هو اسمه بوزيتيف فيدباك، بتيجي برضه بتتجمع which stick to exposed collagen at the site of the injury. هسا حكينا هذا الكولاجين، وجود الكولاجين برا وعدم وجوده جوا هو اول عامل ما بيخلي لي البلاتلت تلزق بجدار هذا البلاد فيزل، صح؟ ثاني عامل ما بيخليها تلزق جوا انه الاندوثيليال اللي جوا اللي عامله لايننج للبلاد فيزلز من جوا بتفرز اشي اسمه بروستا سايكلين وإشي ثاني اسمه نيتريك أوكسيد، هدول الاثنين برضو بيمنعوا لي، يعني هدول الاثنين بيكرهوا البلاتلتس والبلاتلتس بتكرههم البروستاسايكلين والنيتريك أوكسيد. فلما يكونوا موجود هاي الاندوثيليال سيلز اللي مش صاير لها انجري، تمام، اللي مش صاير لها جرح، بتفرز هدول المادتين، بتقدر تفرزهم طول ما هي مش مجروحة ومش صاير لها أي كت، فبتفرز هاي المادتين، وهاي المادتين في بينها وبين البلاتلت عداوة، ومجرد ما يكونوا موجودين جوا البلاتلت ما بتقدر تقرب من السطح، ما بتقدر تقرب وتلزق بهذا الوول من جوا. فمجرد ما صار عندي قطع بطل عندي اندوثيليال سيلز هون، بطل عندي اندوثيليال سيلز صالحين او بيقدروا يشتغلوا، فما بيفرزوا لا بروستاسايكلين ولا نيتريك اوكسيد، وبرضه الكولاجين اللي برا صار معرض للدم، فبتيجي البلاتلت بتكيف، بطل في عندي اي عامل يمنعني من انه يصير لي اجريجيشن، بتيجي بتتجمع، تمام. فبيحكي لنا انه البلاتلتس are prevented from aggregate at the adjacent normal vessels. ما بتعمل، يعني ليش بتعمل aggregation بس على مكان الجرح مش جنبه مثلا؟ لانه ال adjacent normal vessel lining بتفرز لي بروستاسايكلين ونيتريك اوكسيد from the undamaged endothelial cells، وهدول الاثنين بيمنعوا، تمام، ارتباط البلاتلتس على النورمال بلاد فيسلز وول، هاي الجدار هذا البلاد فيسلز. هسا نيجي نحكي عن الكلوتينج فاكتورز. خلصنا هاي ال خلصنا الفازو كونستريكشن، حكينا انه بيشتغل بمقدار طردي على قديه انا عندي قديه عندي جرح، تمام. حكينا عن البلاتلت اجريجيشن اللي هي البلاتلت بلاج، وحكينا ليه ما بتلزق بالوول الطبيعي. هسا نيجي نحكي عن الكلوتينج اللي هي فورميشنج اوف كلوت. في اشي عندي بالدم اسمه كلوتينج فاكتورز، هدول العوامل يعني اغلبهم بروتينات، تقدروا تحكوا عنهم بروتينات، اوكي. هدول العوامل او هدول الكلوتينج فاكتورز او هدول البروتينات هم اللي بيساعدوني انه يصير في عندي كلوت، يعني انا تجمعت عندي البلاتلت، تمام، بس البلاتلت لحالها مش كفايه انه الجرح يسكر او يبطل عندي نزيف، البلاتلت بسرعه، يعني البلاتلت بلاج بسرعه بتنشال، فانا بدي اشي اقوى، اشي اقوى انه يضل موجود ويسكر الجرح وخلص، ما بحيث انه يكون كثير قوي. هذا الاشي بيصير بالكلوتينج ميكانيزمز. هسه حنيجي نحكي عنها شوي. اقرا لكم اللي بالعربي بس اي ثينك عادي انسوه لانه هسه رح نشرح، تمام. بس مهم انه بدي اياكم تعرفوا انه هدول الكلوتينج فاكتورز هيهم اللي هم من 1 لحد 13 مش 12، لانه هسه لتحت رح نحكي عن 1، وباللاتيني مهم تعرفوهم باللاتيني، واي ثينك انكم عارفين اللاتيني كيف هي 1 و 2 3 4 5 4 مش انا كيف حكيتها 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وفي 13، تمام. مهم تتذكروهم باللاتيني لانه على الاغلب يجيب لكم اياهم باللاتيني، مش اصلا ما بيجيبهم هيك فاكتور 6 بحكي لك، لا بيجيبهم باللاتيني. هسا عمليه الكلوتينج ميكانيزمز بتتم بطريقتين، في عندي انترنسيك باثوي، شيء اسمه انترنسيك باثوي وشيء اسمه اكسترنسيك باثوي، تمام. راح نشرحهم الثنتين، هسا راح نحكي عنهم الثنتين. فعندي جنرال ميكانيزم اوف بلاد كلوتينج، نيجي نحكي عن هاي الجنرال ميكانيزمز. عندي الكلوتينج takes place in three essential steps. عندي three essential steps بيعملوا لي هاد الكلوتينج. When there is a trauma of the blood vessels، لما يصير في عندي trauma للblood vessels بتشتغل هاي الميكانيزمز تاعت الكلوتينج وبتعمل لي كلوت. أول شيء متى بتشتغل هاي الكلوتينج ميكانيزمز؟ مجرد ما صار عندي trauma للblood vessels، خربت الblood vessels. ثاني شغلة بتخليني أعمل clotting mechanisms إنه يصير في عندي prothrombin activator. طبعاً هذا prothrombin activator بيتحفز بالextrinsic and intrinsic pathway، فبصير في عندي، هسا رح نحكي عنه prothrombin activator ما تنشغلوا فيه، تمام. فأول شي بيكون عندي vessel trauma، تمام. هاي vessel trauma بتشغل لي مجرد ما صار في عندي
جرح بهذا الوعاء الدموي، بصير في عندي تتحفز complex cascade of chemical reaction takes place in the blood. يعني بصير في عندي رياكشن، بصير في عندي رياكشنات وايفنتات ورا بعض بحفزوا بعض. مجرد ما صار في عندي انجري بهذا البلود فيسلز، بصير طبعا هاي الرياكشنز اللي هي عباره عن كواجوليشن فاكتورز، بتتحفز هاي الكواجوليشن فاكتورز، بالنهايه بتعمل فورميشن اوف ا كومبلكس اوف اكتيفيتد سبستانس كولكتيفلي كولد بروثرومبين اكتيفيتر. يعني نتيجه المحصله بصير في عندي فيزل تروما، هاي الفيزل تروما بتحفز انه يصير في عندي كومبلكس كاسكيد، يعني سلسله، هاي السلسله من الكيميكال رياكشن تنتهي بالنهاية بأنه يصير في عندي فورميشن لإشي اسمه بروثرومبين أكتيفيتر. هذا البروثرومبين أكتيفيتر هو المعني بعمل الكلوت، هو أهم شيء للكلوت، اللي يعني آخر إشي بيعمل الكلوت. فأول takes place in three essential steps. أول steps بتصير فيها الكلوتينج، إنه شو يصير في عندي بروثرومبين أكتيفيتر. صار عندي هذا البروثرومبين اكتيفيتر، بصير في عندي البروثرومبين اكتيفيتر شو بعمل؟ بيحول البروثرومبين لثرومبين اللي هو الفاكتور 2. تحول صار عندي ثرومبين. ثالث اشي شو بصير؟ الثرومبين هذا شو بيحول؟ بيحول الفيبرونوجين لفيبرين فايبرز. هذا الفيبرين فايبرز هو اللي بيروح بيتخلخل بين هاي البليتلتس بلاج، تمام، وبفوت معه ار بي سيز، وبفوت معه ار بي سيز وبلازما برضه لحتى يعمل لي الكلوت. فأول إشي بصير في عندي التروما أو الجرح بشكل عام بيؤدي لي بالنهاية لتكون إشي اسمه بروثرومبين أكتيفيتر. هذا البروثرومبين أكتيفيتر جاي من كومبلكس كاسكيد، سلسلة معقدة من الانترنسيك والإكسترنسيك باثوي، تمام. مجرد ما صار عندي البروثرومبين أكتيفيتر بيروح بيحول لي البروثرومبين لثرومبين اللي هم فاكتور 2. هذا الثرومبين بيمسك لي الفيبرونوجين، بيحوله لفيبرين فايبرز. هاي الفيبرين فايبرز هي المهمة بإنها تقوي البلاتلت بلاك، فبتروح بتتخلخل بين هاي البلاتلت بلاك، تمام، وبتجيب معها ار بي سيز وبلازما وبتقوي هاي الخثرة لحتى تسكر مكان الجرح. نيجي نحكي عن هذا الفيبرونوجين اللي بيتحول لفيبرين فايبرز وبيروح بيقوي لي المكان الجرح. الفيبرونوجين اللي هو برضو اسمه كلوتينج فاكتور 2 فاكتور 1 سوري، مهم تتذكروا انه ايش هو فاكتور 1، يعني ممكن يحكي بالامتحان كلوتينج فاكتور 1 بس ما يحكي لك فيبرونوجين، اوكي، مهم تتذكروهم. الثرومبين اللي هو فاكتور 2، الفيبرونوجين اللي هو فاكتور 1. الفيبرونوجين مين بيصنعه؟ الليفر، اي ثينك حكينا عنه بالمحاضره قبل هيك. الثرومبين acts on fibrinogen، زي ما حكينا الثرومبين بيشتغل على هذا الفيبرونوجين بيعطيني فيبرين مونومرز، يعني بشيل عنه هاي كلمة جن، تمام، هاي أوجن بشيل عنه زي في هسا الفيبرين، الفيبرونوجين الفيبرين سوري الفيبرين نفسه بيكون زي هيك خط، تمام، بيكون عليه هيك زي كاب، زي طاقية مانعيته من إنه يشتغل ويعمل لي فيبرين فايبرز، تمام. فهذا الثرومبين بيجي بشيل هاي الطاقية عنه بيخليه أكتف، تمام. فلما يشيل هاي الطاقية بيعطي الثرومبين أكت إن fibrinogen producing fibrin monomers، بيعطيني fibrin monomers، بشيل هاي الطاقية عنه بخلي لي يكون عندي fibrin monomers، بضل يشيل الطواقي عن كل الفيبرونوجين اللي بالدم، تمام، وبس يشيلهم عنهم بصير في عندي fibrin monomers، اكثر من fibrin monomers بيجوا هدول بيرتبطوا سوا ليعملوا لي long fibrin fibers. اوكي، الفيبرين fibers هاي form the meshwork of the clot، مهم تتذكروا مين اللي بيعمل لي المشwork of the clot، اللي هم الفيبرين فايبرز، بيتخللوا بين هاي البليتلت بلاج وبيعملوا لي مش وورك، يعني هيك زي شبكه زي كانه جبت شبكه وحطيتها فوق البليتلت بلاج. مين البليتلت بلاج؟ مالي انا بليتلت بلاج، زي كاني جبت شبكه، زي شبكه صيد السمك، حطيتها فوق هاي البليتلت بلاج لحتى تقوي لي اياها. فمين اللي بيعمل لي هاي المش وورك؟ مين اللي بيعمل لي هاي الشبكه هاي اللي راح تصيد وتقوي المكان؟ اللي هو الفيبرين فايبرز، اللي مين خلاهم يتجمعوا مع بعض من فيبرين مونومرز لفيبرين فايبرز لثرومبين اللي هو فاكتور 2. برضو الفيبرونوجين the meshwork of the fibrin fibers is strengthened by fibrin stabilizing factor اللي هو 13 من البلازما. مش حكينا لكم برضو في فاكتور 13 عندي؟ هيو الفاكتور 13، هذا الفاكتور 13 اسمه fibrin stabilizing factor. هذا الفيبرين ستابيلايزنج فاكتور برضو بيجي على الفيبرين، على المش وورك تاعت الفيبرين فايبرز وبيقويها. يعني انا عندي مش وورك، تمام، عندي مش وورك اجت على البليتلت بلاك، صح، اللي هي عباره عن فيبرين فايبرز
زي شبكة صيد السمك، وهيك اجت وحطيناها فوق البليتلت، وجابت معها قلنا مين شو بتجيب معها، ار بي سيز وبلازما، واجت انحطت فوق هاي البليتلت بلاك. برضو في عندي اشي تاني اسمه فيبرين ستابلايزنج فاكتور، بيجي بيربط لي هدول الفايبرز، بيربطهم اكثر ببعض وبيقوي لي اياهم. هسه رح اشرح لكم اياهم على الرسمه، على الرسمه حتبين اكثر انا شو قصدي. تمام، فبيجوا هذا الفيبرين ستابلايزنج فاكتور اللي هو فاكتور 13، بيجي على المشورك هاي، يعني المشورك هاي من الفيبرين تكونت، بيجي بيقويها وبيربطها ببعض اكثر. تمام، بيشبكها اكثر، يعني فوق ما هي شبكه بيشبكها اكثر ببعض، فبيقويها اكثر واكثر. تمام، فممكن يسالك مين اللي بيعمل لي المشورك تاعت الكلوت، اللي هو الفيبرين فايبرز. مين بيقوي لي هاي المشورك؟ اللي هو فيبرين ستابلايزنج فاكتور اللي هو 13، مهم تتذكروا الارقام هاي. برونجين اللي هو كلوتينج فاكتور 1، الثرومبين كلوتينج فاكتور 2، الفيبرين ستابلايزنج فاكتور اللي هو كلوتينج فاكتور 13. تمام، نيجي نحكي عن البروثرومبين اللي بيتحفز للثرومبين بسبب مين حكينا؟ البروثرومبين اكتيفيتر، وهو الاساس اللي بيحول الفيبرونجين لفيبرين، حكينا بيكسرهم لمونيمرز لحتى يرتبطوا سوا. فعندي بروثرومبين اللي هو كلوتينج فاكتور 2 بيتحفز لثرومبين. تمام، هذا البروثرومبين مين؟ بلازما بروتين produced by the liver، زيه زي الفيبرونجين، الليفر هو اللي صانعهم. البروثرومبين its production، يعني الليفر صح بيصنع بروثرومبين، بس بيحتاج لفيتامين شو؟ فيتامين كي. يعني الليفر بده جيب لي فيتامين كي لحتى اصنع لك البروثرومبين، لانه انا ما بقدر اتحمل تكلفته لحالي، كثير بيطلع غالي علي، فانا بدي فيتامين كي تساعدني انت يا جسم باني اصنعه، لانه هو اشي كثير مهم، إشي كثير قوي، هو اللي اساسا بيعمل لي الفيبرين فايبرز وهاي المشوارك، فانا لحالي ما بقدر اصنع، بدك تجيب لي فيتامين كي. جبت لي فيتامين كي انا بصنع لك اياه. فالليفر بحاجه لفيتامين كي لحتى يصنع البروثرومبين، اوكي، لانه البروثرومبين إشي كثير مهم، هو اساس العمليه كلها واساس تكوين الفيبرين فايبرز وهاي المشوارك، فبيحتاج لفيتامين كي. مهم تتذكروا هاي المعلومه، بحتاج فيتامين كي لتحفيز اي فاكتور، الكلوتينج فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، لصناعه سوري للبرودكشن لاي فاكتور، كلوتينج فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، مش تحفيز، صناعه من الليفر نفسه. التحفيز شو حكينا؟ بروثرومبين اكتيفيتر اللي هي بتيجي من الانترنسيك والاكسترنسيك باثوي. هذا البروثرومبين كونفرتد تو ثرومبين باي بروثرومبين اكتيفيترز ان ذا بريزنس اوف كالسيوم، برضه هاي مهمه. يعني صح البروثرومبين اكتيفيترز، يعني شوفوا قد ما هو البروثرومبين اشي كثير عظيم، اشي كثير مهم وكبير، بيحتاج كثير شغلات، يعني الليفر نفسه لحتى يصنع البروثرومبين اللي هو اساسا ان اكتيف بده فيتامين كي، ما بيقدر يصنعه لحاله، بده فيتامين كي لحتى يصنعه، اللي هو اساسا مش اكتيف، بروثرومبين مش ثرومبين. تمام، وبرضه البروثرومبين اكتيفيترز اللي بده يجي يحفزه ما بيقدر يحفزه لحاله قد ما هو اشي كثير عظيم، فبيحتاج لكالسيوم معه. بيجي الكالسيوم مع البروثرومبين اكتيفيترز بيحولوا البروثرومبين لثرومبين اللي هو الاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتور 2. تمام، اللي بالنهايه حيحفز لي الفيبرونجين لفيبرين مونيمرز، بيتجمعوا بيعملوا لي فيبرين فايبرز اللي هي المش وورك. هاي المش وورك مين بيجي بيعمل لها سترينثينج؟ مين بيجي بيقويها؟ الفيبرين ستابلايزنج فاكتور اللي هو 13. تمام، اخر معلومه عن البروثرومبين انه when activated it produce thrombin which is act in fibrinogen، نفس الاشي اللي حكينا. ما تدققوا بالرسمات هاي لاني هسه حشرح لكم اياها، بس خليني احكيها سريع. البروثرومبين حكينا بيجي البروثرومبين اكتيفيتر اللي جاي من الاكسترنسك والانترنسك باثوي كمحصله منهم، بيجي مع مساعده الكالسيوم، حكينا البروثرومبين اكتيفيتر مع الكالسيوم بيحول لي هذا البروثرومبين لثرومبين. تمام، الثرومبين اللي هو الاكتيف فورم بيشتغل على الفيبرونجين، بيحولوا لفيبرونجين مونيمرز، وبرضو هاي المونيمرز بدها كالسيوم، مهم تتذكروا الكالسيوم وين بستخدمه، برضو بدها كالسيوم لحتى تتحول لفيبرين فايبرز. تمام، هسا خليني شوي يلا. تمام، هسا الفيبرونجين مونيمرز هيهم هما بيكونوا هيك. تمام، مونيمرز هيك خطوط صغيرة. الفيبرين فايبرز بيكونوا خط كامل. تمام، هاد الفيبرين فايبرز هي فيبرين فايبرز اللي هو تجمع من هذول المونيمرز، بيتجمعوا بيعملوا لي اكثر من خط. تمام، هذا الاكثر من خط بيحتاج وجود الكالسيوم لحتى ينربطوا سوا. تمام، بيجي الفاكتور 13 اللي هو طبعا استنوا قلنا الثرومبين. تمام، الثرومبين بيروح بيحفز لي برضو الفيبرين ستابلايزنج فاكتور اللي هو فاكتور شو حكينا؟ 13 صح، شو هو انسوا
أنا برسم 5 مش 10. تمام. fibrin stabilizing factor اللي هو فاكتور 13. تمام. بيجي هذا الثرومبين اللي هو مش تحفز من البروثرومبين اكتيفيتر، وبرضه بيشتغل على الفيبرونوجين، بيعمل لي فيبرونوجين مونيمرز. بوجود الكالسيوم هاي المونيمرز بتتجمع بتعمل لي خط لينير اللي هو اسمه فيبرين فايبرز. هاي الفيبرين فايبرز اللي هي عملت لي مش ورك، زتيتها فوق البلاج، بيجي الفيبرين ستابيلايزنج فاكتور اللي هو 13. شو بيعمل؟ بيجي بيعمل لهم لا مش هايلايت، رجعوا، بيجي بيعمل لهم بيربطهم سوا، هاد الفاكتور 13 هيك بيعمل بيربطهم سوا، بشبكهم اكثر ببعض. تمام. هاد الفيبرين ستابيلايزنج فاكتور مين بحفزه؟ من وين بيتحفز؟ من وين بيعرف انه هسه انا بدي اروح احفز هدول الفيبرين فايبرز؟ هو نفسه الثرومبين اللي تحفز برضه، مش بس بيشتغل على الفيبرونوجين، بروح بيعمل اكتيفيشن لهاد فاكتور 13، بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 13، بتروح تعمل على هاي الشبكة وبتقويها أكثر، فبصير في عندي cross linked fibrin fibers بوجود هاد الفاكتور. تمام. فبروثرومبين بتحول لثرومبين بوجود مين؟ بروثرومبين اكتيفيتر اللي هو جاية من مين؟ كحكينا كمحصلة للكومبلكس كاسكيد من الانترنسك والاكسترنسك فاكتور. تمام. الثرومبين بيروح بيشتغل لي على الفيبرونوجين، بيحوله لفيبرين. هاد الفيبرين قلنا بيتجمعوا لفيبرين فايبرز، بيجي فاكتور 13 بيعمل لي فيبرين مش وارك، بيقويها اكثر واكثر هاي المش وارك. وبرضه شو حكينا؟ الثرومبين نفسه بيجي بيروح بحفز هاد اساسا اللي حيشتغل، لانه هاد لحاله ما حيعرف انه والله انا هسه بدي اروح اشتغل. بلاد كلوت، هي البلاد كلوت هي مش وارك اوف فيبرين فايبرز رانينج ان اول دايركشن اند ترافلينج بلاد سيلز. البلاد كلوت حكينا هي كمحصلة للبليتلت بلاج والمشورك من الفيبرين فايبرز، وبرضو في جواتها ار بي سيز. تمام. وحكينا بيجي برضو معها مين؟ بلازما. هاي المشورك بتفوت معها بلازما. الكلوت ريتراكشن، انه هاي الكلوت هاي الكلوت تمام بتعمل ريتراكشن وبتسكر. شو كيف تعمل ريتراكشن؟ مش حكينا اول شيء انه البليتلت بتساعد بهذا الاشي؟ فالكلوت ريتراكشن انه تقرب هاي الكلوت، تعمل كونتراكشن، فبتسكر، بتقرب المكانين الجرحى بعض فبتسكره، وهذا الاشي بصير بعد few minutes of clot formation it will begin to contract، ببلش يصير في عندي كونتراكشن. طبعا it will expel most of the fluid out of the clot، مش حكينا بيجي مع الفيبرين فايبرز برضو ار بي سيز وبلازما، هاي الفلويد اللي هي البلازما بصير لها اكسبلد مجرد ما انا عملت كونتراكشن، بتطلع خلاص بتروح من هاي الكلوت. ومين اللي بيعمل رول اوف بليتلت؟ بتعمل بوند فيبرين فايبرز توجذر، هي اساسا عملت البلاج او الشيء الاساسي اللي بيجي عليه الفيبرين فايبرز. وبرضه البليتلت كونتراكشن من الكونتراكت البروتينز الاكتين والميوسين، هذا الكونتراكشن بصير من الاكتين والميوسين اللي موجودين بالبليتلت. اوكي. As the clot retracts, the edge of the broken blood vessels, هدول ال edge الثنتين, pull together, thus contributing still further to hemostasis. بيجوا هدول بيقربوا على بعض من ال contraction لهاي ال plug, ال clot, sorry. اللي هو من ال contract البروتين, actin وميوسين للبليتلت. نيجي نحكي عن initiation of coagulation, formation of prothrombin activator. مش حكينا البروثرومبين اكتيفيتر هو اللي بيحول البروثرومبين لثرومبين اللي هو الاكتيف فورم، اللي بيروح بيشتغل على الفيبرونوجين بيتحول لحتى يتحول لفيبرين. تمام. طيب انيشيشن اوف فورميشن. طيب البروثرومبين اكتيفيتر هسه رح نحكي عن العمليه هاي اللي بتصير، هي الاكستنسيك باث واي والانترنسيك باث واي. البروثرومبين اكتيفيتر كان بي فورمد باي، انا كيف بشغل كيف بصير عندي بروثرومبين اكتيفيتر؟ هذا من وين بيجي؟ بيجي من التروما او ذا فاسكولار وول اند ادجيسنت تيشو. مجرد ما صار عندي تروما لهاي الفاسكولار وول ببلش يتكون عندي البروثرومبين اكتيفيتر، والتروما للبلد نفسه صار في عندي تروما بالبلد، او صار عندي كونتاكت اوف بلد وذ دامج اندوثيليال سيلز اور وذ كولاجين اند اذر تيشو اليمنتس اوتسايد ذا بلد فيزلز. فمجرد ما صار عندي هدول الثلاث اشياء ببلش يصير في عندي بروثرومبين اكتيفيتر. تمام. البروثرومبين اكتيفيتر leads to clot
فورميشن. هذا البروثرومبين اكتيفيتر هو اللي بيخلي لي يصير بالنهايه كلوت فورميشن زي ما حكينا، لانه هو بيحفز الثرومبين اللي بيحفز الفيبرونوجين يصير فيبرين ويعمل لي مشوارك، والمشوارك هي اساسا اللي هي اللي بتشتغل وبتعمل لي كلوت. المشوارك هي اللي بتجي فوق البلاتلت بلاك وبتحولها لكلوت، صح؟ فهو البروثرومبين اكتيفيتر هو اللي بيخلي لي هذا الاشي يصير. ان جنرال البروثرومبين كان بي فورمد باي تو باثويز زي ما حكينا. هذا البروثرومبين بالإكسترنسك باثوي والإنترنسك باثوي. In both pathways there will be activation of a blood clotting factor. هذول الباثوي ثنتين بصير في من خلالهم activation لblood clotting factor. Convert them into their active form. They are proteinase. تمام. فهذا هذول الباثويز الثنتين بصير في عندي activation لblood clotting factor من خلالهم. بالنهاية بالمحصلة حيصير في عندي activation لإشي اسمه prothrombin activator. هذا prothrombin activator هو اللي بيشتغل لي على الثرومبين وبيحفز التكوين هاي الكلوت. طبعا في عندي، استنوا هسا بعدين حنحكي عن هاي الأشياء، بس أرجع لكم على الإشي اللي شرحه بالعربي. هون حكينا في عندنا intrinsic pathway وفي عندنا extrinsic pathway، صح؟ intrinsic pathway تمام، والانترنسك باثوي بتبلش من عامل 12، تمام؟ من 12 بحفز 11، 11 بحفز ما بحفز 10، بحفز 9، 9 بتحفز 8، 8 مع 5 مع وجود 5 بحفزوا 10، تمام؟ 10 بتحفز 2 اللي هو البروثرومبين، تمام؟ مع بعدين 2 بتحفز 1 اللي هو فيبرونوجين بصير فيبرين، تمام؟ بينما الاكسترنسك باثوي ببلش من تحفيز عامل 7، تمام؟ عامل 7 بتحفز بيروح بيحفز 10، تمام؟ 10 مع 5 حكينا بترتبط بتيجي مع 5 بتحفز 2 اللي هو الثرومبين، وبعدين الثرومبين بحفز الفيبرونوجين بصير فيبرين. هاي هي الاكسترنسك باثوي، تمام؟ ولو تلاحظوا 10 و2 و1، 10 و2 و1 هاي العوامل الثلاث هم مشتركين بالانترنسك والاكسترنسك، موجودين باثنين، فهم بنيجي نحكي لهم كومن باثوي، صح؟ حكينا عن اللاتيني وهاي الشغلات كلها، صح؟ طيب نيجي نكمل وين وصلنا. الطريقة الإكسترنسك، الإكسترنسك إذا بتتذكروا من وين كان يبلش، تحفيز عامل 7، عامل 7 بحفز لي 10 مع وجود 5 بتروح بتحفز 2، 2 بحفز 1، صح؟ شو اللي بحفز لي؟ طبعا شو اللي بحفز لي هذا الإكسترنسك؟ لازم يكون موجود عندي إنزيم اسمه تيشو ثرومبوبلاستين اللي هو بحفز 10، بعدين بحفز 7 سوري، واللي 7 بتروح بتشتغل على 10، 10 مع 5 مع وجود الكالسيوم بحفزوا لي 2 اللي هو الثرومبين. فأنا كيف بحفز 7 أصلا؟ كيف بصير في عندي تحفيز ل 7؟ 7 بيتحفز بوجود شو؟ حكينا تيشو ثرومبوبلاستين. هذا الإنزيم بيكون موجود مجرد ما صار في عندي ديفكت بالوول تبع هاي البلود فيسلز. طبعا هيو البروثرومبين أكتيفيتر، شوفوا هون بس انسوا لي الرسم، هسا رح أشرحها بطريقة أسهل. البروثرومبين اكتيفيتر المهم تعرفوه هو كومبلكس مكون من شو؟ من فاكتور 10 اكتيف فورم، فاكتور 10 مع فاكتور 5 الاكتيف فورم مع الكالسيوم والبليتلت فوسفوليبيد، دول كلياتهم بيعملوا لي البروثرومبين اكتيفيتر، تمام؟ اللي هو بيروح بيحفز لي الثرومبين، بيروح بيحفز لي البروثرومبين للثرومبين، وبتكمل عمليه الكلوت من الفيبرونوجين لفيبرين، تمام؟ فالاكسترنسك باث واي initiated when there is an injury to blood vessel. مجرد ما صار عندي، انتو كيف تتذكروا شو الاكسترنسك باثوي؟ الاكسترنسك باثوي من اسمها اكسترنسك، يعني صار في عندي exposed للدم مع ال external environment، تمام؟ معناته صار في عندي injury، تمام؟ injury لل blood vessel wall. هاي ال injury تمام عملت لي release لتيشو فاكتور. هذا التيشو فاكتور اسمه تيشو ثرومبوبلاستين. تيشو فاكتور مهم، استنوا ارسم لكم. هذا التيشو فاكتور اللي هو مهم، بدي اياكم تتذكروا ايش رقمه، رقمه 3، تمام؟ فالاكسترنسك باثوي صارت بوجود اكسترنال انفايرمنت، صار في عندي انجري للوول، تمام؟ هذا الانجري للوول صار في عندي دمج للاندوثيليال تيشو. مجرد ما هاي الاندوثيليال، هاي الاندوثيليال سيلز مجرد ما خربت، مجرد ما صار لها دمج بتفرز اشي اسمه تيشو فاكتور. هذا التيشو فاكتور اللي هو رقمه 3 من هاي الكلوتينج فاكتور، رقم 3 اسمه تيشو ثرومبوبلاستين. فعندي كلوتينج فاكتور رقم 3 هو نفسه التيشو فاكتور، هو نفسه التيشو ثرومبوبلاستين اللي
جاي من الدمج اندوثيليال سيلز. مجرد ما صار عندي دمج للاندوثيليال سيلز بتفرز هذا الفاكتور. هذا الفاكتور هو بدايه الاكسترنسك باثوي. فبدايه الاكسترنسك باثوي هي دمج للاندوثيليال سيل وول، تمام، دمج للسيل وول، خربت الاندوثيليال، افرزت لي كلوتينج فاكتور 3 اللي هو نفسه التيشو فاكتور او تيشو ثرومبوبلاستين، بيروح بحفز لي 7، رح يحفز 7، 7 بتروح بتحفز 10، 10 بتيجي بترتبط مع 5 اللي هي بتيجي بترتبط مع فاكتور 5، مع وجود الكالسيوم، مع وجود البلاتلت فوسفوليبيدز، هذا هو البروثرومبين اكتيفيتر اللي حيشتغل لي على البروثرومبين، يعملوا له ثرومبين طبعا بوجود الكالسيوم، حكينا برضه بوجود الكالسيوم. ما تدققوا على الصوره هسه، رح اشرح لكم اياها على الرسمات احسن احلى. يعني الانترنسك باثوي، الانترنسك حكينا الاكسترنسك كيف بتبلش. الاكسترنسك بتبلش مجرد ما صار في عندي دمج للوال. الانترنسك باثوي كيف بتبلش؟ بتبلش لما البلاد نفسه يصير اكسبوز لرف سيرفيس. لما يصير عندي اكسبوز للرف سيرفيس كولاجين ان بلاد فيزل وول، طبعا الاكسترنسك حكينا صار في عندي دمج، صار في عندي تيشو فاكتور، فالتيشو فاكتور اللي هو 3 او تيشو ثرومبوبلاستين هو بدايه الاكسترنسك باثوي. مهم تتذكروا شو اللي بدايه الاكسترنسك، تيشو فاكتور 3، تمام، بينما الانترنسك تتفعل من فاكتور 12، تمام، مجرد ما صار في عندي اكسبوز للكولاجين. فالكولاجين هو اللي ببلش لي، هو اللي بيساهم بتحفيز الانترنسك باثوي، بينما التيشو فاكتور 3 اللي بينفرز من الخلايا نفسها مش من الكولاجين اللي برا هو اللي بيحفز لي الاكسترنسك. هسه راح اشرح لكم على الرسمات احلى من هاي الرسمات كلياتها، لا تدققوا فيهم، تمام. الكولاجين مجرد ما تعرض له البلود بيساعد لي انه يصير في عندي انترنسك باثوي. فاكسبوجر اوف بلود تو كولاجين اكتيفيتس فاكتور 12. مجرد ما صار في عندي اكسبوجر للبلود للكولاجين هذا الاشي بيحفز فاكتور 12، تمام، اند كوزز ريليز اوف فوسفوليبيدز فروم بليتلتس. مجرد ما صار في تفاعل مع البليتلتس مع هذا الكولاجين، تمام، هاي البليتلت بتفرز فوسفوليبيدز، تمام، بحفز البليتلت الثانيين، وبرضه الكولاجين بيروح نفسه، هو ارتباط الكولاجين مع البلد او مع البليتلت بيروح بحفز لي فاكتور 12 اللي ببلش لي الانترنسك باثوي. الانترنسك بتبلش من 12، تمام، لحد ما نوصل لتحفيز 10 مع وجود الكالسيوم، مع وجود فاكتور 5، مع وجود البليتلت فوسفوليبيدز، مع وجود الكالسيوم، هذا اللي هو البروثرومبين اكتيفيتر. بينما الاكسترنسك بتبلش من التيشو فاكتور اللي بينفرز من الخلايا نفسها، الاندوثيريال سيلز اللي صار لها دمج، تمام، اللي هو شو كان اسمه، هيو تيشو فاكتور او تيشو ثرومبوبلاستين. من هون بتبلش الانترنسك. ففي بينهم كومون باثوي بتبلش من 10 2 اللي هو بروثرومبين ثرومبين، بعدين الفيبرونوجين لفيبرين، بيجي حكينا فاكتور 13 اذا بتتذكروا بحفز لي بيقوي لي الفيبرين فايبرز لحتى يعمل لي ستابلايزد فيبرين. انسوا لي الرسمات، خليني اروح انا اوديكم على رسماتي او الرسمات اللي جبت لكم اياهم. تمام، اوف، مش راضي افتح لكم الصورة، مش عارفة ايش صار. هاي شوفوا هون، خليني اشرح لكم اياها سريع. شوفوا هاي، هاي البلود فيزلز، تمام، هاي البلود فيزل وول، تمام، صار في هاي، طبعا هاي البلود فيزل وول، صار في عندي انجري. شو حكينا بعد ما يصير في عندي انجري؟ في هون بيكون في عندي كولاجين بيتعرض له الدم، بتيجي البليتلتس هاي اللي لونها زهر بتيجي بتلزق، حكينا بتحب وجود الكولاجين، تمام، بحب وجود الكولاجين، تيجي بتلزق، اوكي؟ انسوا لي الاصفر والاخضر، ركزوا معي على انا شو بحكي على الرسمه. بتيجي البليتلت اول اشي بتتجمع، وحكينا وجود الكولاجين اساسا ببلش لي الانترنسك باثوي اللي بتبلش من فاكتور 12، تمام؟ فاكتور 12 بيروح بحفز الاكتف فورم منه، بتحفز فاكتور 11، فاكتور 11 بتحفز 9، 9 مع 8، تمام؟ مع 8 بحفزوا لي 10. 10 مع 5 بتروح بتحفز فاكتور 2 اللي هو البرو ثرومبين، تمام، ففاكتور 10 مع 5 مع وجود الكالسيوم، تمام، فاكتور 10 و5 وجود الكالسيوم والبليتلت فوسفو ليبيدز اللي صار من البليتلت، هذول كلهم هم برو ثرومبين اكتيفيتر، بحفزوا لي البرو ثرومبين لثرومبين اللي هو فاكتور 2، فاكتور
تو بيروح بيحفز لي فاكتور 1 اللي هو في اللي هو فيبرونجين لفيبرين. هاي الفيبرين بتعمل لي فيبرين فايبرز بوجود الكالسيوم برضه. هاي الفيبرين فايبرز بيجي فاكتور 13 بيروح بيعمل، هاي شايفين فاكتور 13 شو بيعمل؟ بيربطهم مع بعض، مع بعض اكثر، بيربط هاي المش وورك مع بعض وبيقويها، فبصير في عندي مش وورك. فالانترنسك باث واي شايفين بتبلش من 12، هذا ال 12 مين اللي بيحفزه؟ وجود الكولاجين اللي تعرضت له للبليتلتس، هذا الاكسبوز للبليتلت، هذا الكولاجين مجرد ما البليتلت تعرضت له بيروح بيتحفز 12 بتبلش الانترنسك باث واي. بس اول شيء بيصير، يعني هو فعليا اول شيء بيصير اللي هي الاكسترنسك باث واي. الاكسترنسك باث واي بتبلش من تيشو فاكتور 3، تمام؟ تيشو فاكتور اللي هو كلوتينج فاكتور رقم 3، مين بيفرزه؟ هاي الاندوثيليال سيلز اللي خربت صار لها دمج، بتروح بتفرز هاد فاكتور 3 اللي هو اسمه تيشو فاكتور، تمام؟ هذا التيشو فاكتور هيو باللون الاصفر شايفينه، بتفرزه هاي الخلايا اللي صار لها دمج. هذا التيشو فاكتور بيروح بيحفز لي فاكتور 7، تمام؟ فاكتور 7 بيجي على 10 بيحفزها، 10 بترتبط مع 5 بتروح بتحفز فاكتور 2 اللي هو بروثرومبين لثرومبين، وبتكمل هاي العمليه كلياتها، تمام؟ فبصير في عندي بالنهايه مش وورك اللي هي فيبرين فايبرز سوا، هيهم شايفينهم بيتجمعوا فوق البليتلت بمساعده مين؟ بمساعده الانترنسك والاكسترنسك باثوي. انترنسك والاكسترنسك باثوي شايفين هاي الفيبرونوجين، تمام؟ فيبرونوجين بالعاده هيو بيكون عليه كاب، اوكي؟ كاب، هاي الكاب بتخليه ان اكتيف فورم. هسه هو الفيبرين وجوده بالدم، هيو هذا الفيبرين، هذا الفيبرونوجين شايفينه عليه كاب، عليه كاب. لولا هاي الكاب هدول الفيبرونوجين شايفينهم لونهم اخضر بيتجمعوا سوا على شكل لينير، خط كامل، لكن هاي الكاب بتمنعهم من انهم يرتبطوا سوا ويعملوا لي فيبرين فايبرز هدول، تمام؟ انا كيف بدي اشيل هاي الكاب واخليهم يرتبطوا؟ بيجي هذا الثرومبين حكينا عنه فاكتور 2 بشيل هاي الكاب وبيخلي بصير في عندي فيبرين مونيمرز. الفيبرين مونيمرز اساسا ناتشرالي بشكل طبيعي مجرد ما كانوا فيبرين مونيمرز بدون هاي الكاب بيرتبطوا على شكل ستراند اور لينير فورم، تمام؟ بتعمل لي فيبرين فايبرز اللي بيجي فاكتور 13 بيربطهم سوا لحتى يعملوا لي هاي المش وورك اللي بتيجي فوق البليتلت. شايفين ابسط الموضوع؟ هذا الثرومبين اساسا برضه بيكون عليه كاب، فهو بيكون inactive. شو اللي بيحفزه؟ البرو ثرومبين اكتيفيتر اللي هو برضه نعيد ونزيد فاكتور 10 مع 5 مع وجود الكالسيوم مع وجود البليتلت فوسفو ليبيدز، تمام؟ فهاي هي الصوره اللي حبيت اشرح لكم عليها. فاول شيء انتم تخيلوا، اول شيء يصير عندي الاكسترنسك، تمام؟ اللي هي بتيجي من التيشو فاكتور اللي انفرز من الاندوثيليا اللي خربت، تمام؟ بتحفز 7 بتحفز 10، اللي 10 مع 5 بترتبط بتعطيني الثرومبين. حكينا برضو الكولاجين، الكولاجين هو اللي بيحفز لي، مش حكينا الكولاجين، وجود الكولاجين تعرض الدم للكولاجين هو اللي بيروح بيحفز لي الانترنسك بداية من 12، تمام؟ هذا الاشي صح، بس الاشي الاقوى اللي بيحفز لي هاي الانترنسك باثوي اللي هو الاكتيفيشن للثرومبين من الاكسترنسك باثوي، اللي هو اول اشي بصير انه هاي الاندوثيليال سيلز اول ما تخرب تعطيني تيشو فاكتور اللي هو رقم 3 بحفز 7 بحفز 10، وبالنهايه راح يتحفز عندي البروثرومبين لثرومبين، صح؟ هذا الثرومبين نفسه بيروح بحفز لي اغلب عوامل الانترنسك باثوي، يعني هو اساسا بيشتغل بشكل اقوى، هو اللي بحفز للانترنسك. بس انتم تذكروا اللي بده اياه دكتوركم انه الكولاجين هو اللي ببلش للانترنسك باثوي، بينما التيشو فاكتور هو اللي ببلش للاكسترنسك. لكن فعليا الاكسترنسك باثوي نفسها هي بتحفز لي الانترنسك بشكل اقوى. فبيجي هذا الثرومبين بيروح بحفز فاكتور 5 وبيحفز فاكتور 8 وبيحفز فاكتور شو؟ فاكتور 11، تمام؟ 5 و8 و11، وبرضه بيروح بحفز 7 بخلي الاكسترنسك تقوى والانترنسك تبلش، وبيروح هو نفسه اساسا حكينا قبل شوي بيحفز لي فاكتور 13 اللي بيروح بيربط لي الفيبرين فايبرز مع بعض لحتى يعملوا لي هاي الشبكه بتيجي فوق البليتلت بلوك وبسكر الجرح، تمام؟ نطلع من الصوره بعدين بنرجع للصوره الثانيه. هسه الكلوت ديزوليوشن، كيف انا كونت الخثره، تمام؟ هاي كونت الخثرة وخلص تسكر الجرح وأنا صار عندي كلوت وبدي أعمل لها بدي أشيل هاي الكلوت، خلص بطلت بحاجتها، تمام؟ هذا الإشي بيصير slowly، هاي الكلوت slowly dissolves، مش بسهولة بتروح، slowly dissolved by إشي اسمه fibrinolytic، تمام؟ fibrin splitting، في عندي إشي اسمه fibrinolytic بكسر الفيبرين، تمام؟ وهذا الفيبرينوليتيك شو اسمه؟ بلازمين، في عندي إشي اسمه بلازمين، هذا البلازمين بيجي على الفيبرين، الفيبرين نفسهم بيجي بكسرهم. يخرب كل إشي اشتغلنا، فبذوب لي هاي الخثرة.
البلازمين از ان بلازما از ا بلازما بروتين، هو بلازما بروتين موجود بالبلازما. مين اللي بيصنعه؟ الليفر. وبيكون موجود بالبلاد بالاتس ان اكتيف فورم، تمام، اسمه بلازمينوجين. نفس الشيء عليه كاب وان اكتيف، بيكون موجود بالدم، تمام. شو اللي بيحفز لهذا الطب؟ كونه ان اكتيف فورم، تمام، موجود بالدم، موجود بالبلازما بان اكتيف فورم بلازمينوجين، وصار عندي كلوت وما بدي اياها، انا بدي اكسرها. كيف هذا البلازمين بيعرف انه روحي كسري هاي الكلوت اللي صارت، خلص خلصت انا، وقفت النزيف، روحي كسريها، وتسكرت وصار عندي ريبير، صار عندي تسكير البلد الوول تاعت هاي الجدار، هذا الوعاء الدموي عمل ريبير لحاله وتسكر. هاي الكلوت فيش داعي لها، روحي كسري ليها. كيف بتعرف البلازمين انه انا بدي اروح اكسر؟ وجود فاكتور الله اكبر وجود فاكتور 12، وجود فاكتور 12، تمام، اللي هو تاع الانترنسك باثوي اذا بتتذكروا، هو اللي بيحفز لي البلازمينوجين تصير بلازمين. برضه في اشي ثاني بيحفز البلازمين، استنوا ارجع لكم، مش حكيت لكم الثرومبين بيعمل كثير شغلات وهو كثير مهم؟ برضه الثرومبين بشكل كثير ضئيل بيحفز لي البلازمينوجين للبلازمين. بس انتم ركزوا على المعلومه اللي حكيها الدكتور، انه فاكتور 12 تمام بيروح بيحفز البلازمينوجين للبلازمين. الاكتيفيتد بلازمين بيروح بيتخلل بين هاي الكلوت، تمام، وبيكسرها، يعني بيشتغل زي المقص، بفوت بين هاي المشوار، شوفوا بفوت بين هاي المشوار، بيروح بيكسر، بيروح بيقص، يعني زي المقص، فوتته على شبكة صيد سمك وبلشت أقص بالخيطان، فبروح بيكسرها وبتبطل قوية، وآخر شي بصير لها تكسير كامل، تمام. slowly طبعا slowly breaking down the fibrin meshwork. Phagocytic white blood cells gradually remove the products of clot dissolution. يعني أنا كسرت هاي المشوار، تمام، طب هاي الأشياء اللي مكسرة حتضل بالدم ماشية؟ لا، تيجي الوايت بلود سيلز، خلايا الدم البيضاء اللي وظيفتها بلع الفاجوسا، يعني وظيفتها البلع او الفاجوسايتوسيس، تيجي بتبلعهم هدول الاشياء اللي تكسروا وخلاص بيموت، يعني بتاخذهم هي، يعني تمام. بريفنتينج ان ابروبريت كلوت فورميشن، انا ما بدي يصير عندي كلوت هيك من حالها تتكون. ايش الاشي اللي بيمنعني هذا الاشي؟ نورمالي بحكي لك بشكل طبيعي ذا لو ليفل اوف فيبرين فورميشن. ليش بصير في عندي لو ليفل اوف فيبرين فورميشن؟ ليش ما عندي فيبرين فورميشن؟ هذا الاشي لو fibrin formation بصير، يعني شو اللي بيمنع تكون، شو اللي بيمنع لي low level of fibrin formation؟ اللي هو low level of fibrinolytic activity. يعني انا ما عندي fibrinolytic activity، زي ما حكينا البلازمينوجين موجود بين active form. هذا الاشي بيعمل لي، هذا الاشي بيمنع تكوين، هذا الاشي وجود انه البلازمينوجين in active form، هيك هنا صح؟ فأنا لما يكون عندي low level of fibrinolytic activity، low level of fibrinolytic activity يعني ما عندي fibrinolytic activity، بالتالي حيكون عندي high level of fibrin، صح؟ ما عندي fibrinolytic activity فhigh level of fibrin fibrin، صح؟ لكن وجود هاي fibrinolytic activity، تمام، بالدم هي اللي بتخلي لي إنه ما يصير في عندي كثير fibrin، ما يصير تكون عندي لفيبرين كثير. فبيحكي لك if fibrinogen is converted into fibrin، إذا صار في عندي خلل وتحول الفيبرينوجين لفيبرين accidentally، يعني هيك لحاله، تمام، بصير dissolved by plasmin found in the blood which is produced by factor called tissue plasminogen activator. يعني أنا لما يصير في عندي accidentally يعني بشكل عشوائي أو مش لازم يصير إنه الفيبرينوجين يتحول لفيبرين، هاي العملية الأكسيدنتلي بتحفز إشي اسمه تيشو بلازمينوجين أكتيفيتر. هذا التيشو بلازمينوجين أكتيفيتر بيروح بيحفز لي البلازمينوجين لبلازمين، وبيروح بيكسر هاي الكلوت اللي صارت اللي ما إلها داعي، تمام. فبدكم تتذكروا البلازمينوجين بيحفزوا فاكتور 12 بالشكل الطبيعي، تمام، لما يصير في عندي انترنسك واكسترنسك وكلوت وبلد انجري وخلص خلصت، رجع الوول عمل ريبير لحاله، خلص بدي أشيل هاي الكلوت، فاكتور 12 هون هو اللي بيحفز البلازمينوجين لبلازمين، تمام، وبيروح بيشتغل زي المقص بقص هاي المشوار. لكن لما يصير في عندي اكسيدنتلي لحاله هيك تلقائي بدون انترنسك بدون اكسترنسك الفيبرينوجين تحول لفيبرين، مين اللي بيروح بيكسر هاي الكلوت؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر بحفز البلازمينوجين لبلازمين. بتتذكروا انه فاكتور 12 بحفز البلازمينوجين بالشكل الطبيعي، لما يصير في عندي انجري انترنسك اكسترنسك باثوي بيروح بعد ما اخلص ويصير ريبير، بيجي هاد 12 بحفز البلازمينوجين اللي بالبلازما لبلازمين، بيروح بيشتغل كمقص بكسر هاي الكلوت.
لكن لما يصير في عندي تلقائيا هيك بس هيك انا بس عندي فيبرونوجين تحول لفيبرين، هذا الاشي مين بيروح بحفز بلازمينوجين بهاي الحاله؟ مش فاكتور 12 تيشو بلازمينوجين اكتيفيت. تمام، نيجي اخر اشي نحكي عن الوايت بلاد سيلز. طبعا نشوف لكم الصوره الثانيه. حكينا اذا بتتذكروا حكيت لكم فاكتور 2 برضه اللي هو الثرومبين برضه شوي بيحفز لي وجود البلازمين، انه تحويل البلازمينوجين لبلازمين، لكن بالاساس الدكتور بدكم بده اياكم انه الشيء الاساسي انه 12 هو اللي بكسر لي البلازمينوجين لبلازمين اللي هو الاكتيف فورم، بيروح بكسر بيشتغل كمقص بكسر هاي المشوار. برضه للمعلومات يعني لكم، الثرومبين نفسه لما يزيد، تمام، يزيد بشكل مش طبيعي، يعني خلص تكونت الخثرة وصار عندي ريبير للوول كل شيء تصلح، هو بصير ينتج إشي اسمه أنتي ثرومبين. هذا الأنتي ثرومبين بيروح بثبط الفاكتور 10، بيروح بثبط الفاكتور 10 اللي هو أساسي بأساسي لتكوين البرو ثرومبين أكتيفيتر إذا بتتذكروا، بيروح بثبطه وبرضه بثبط تكوين البروثرومبين للثرومبين. تمام، هذا بس معلومة زيادة يعني الأنتي ثرومبين. بس المهم تتذكروا البلازمين اللي بيحفزوا فاكتور 12، تمام، بحفز وجوده بيروح بيشتغل كمقص. الوايت بلود سيلز امبورتد ان اميون سيستم، مهمة بالاميون سيستم. الوايت بي سيز ار ذا موبايل يونتس اوف ذا بوديز اميون ديفنس، هي موبايل يونتس للبادي اميون ديفنس، بتشتغل كجهاز مناعة. Immunity is the body's ability to resist or eliminate potentially harmful foreign materials or abnormal cells. طبعا هاي المعلومة كنا عارفينها، انه شو اهمية جهاز المناعة؟ انه يتخلص لي او يمانع وجود اي اشي harmful او foreign body بتفوت على جسمي. تمام، الليكوسايتس ميك اب ذا اميون سيستم، الليكوسايت اللي هي الوايت بلاد سيلز. الاميون سيستم ان انترنال ديفنس سيستم ذات ريكوجنايز فورين سبستانس اند ايذر ديستروي اور نيوتراليز ذم. يعني لما يكون عندي فورين سبستانس يا الاميون سيستم بيروح بيدمرها خلاص بموتها او نيوتراليز ذم. كيف يعني؟ يعني لو كان عندي بكتيريا بتفرز توكسينز بيروح مثلا بكتيريا او اي فورين ماتيريال تفرز توكسين جوا الجسم، ممكن الاميون سيستم يفرز مواد تعاكس هاي التوكسين فتصفي، يعني تصفي انه موجب وسالب مع بعض لغوا بعض، فهاي هي معنى نيوتراليز ذم. ذا اميون سيستم، هاي الاميون سيستم اكسترنال وانترنال. الاكسترنال زي الميوكس ممبرين، السكن، النازل هير، هاي الاشياء كلها. الانترنال اميونولوجيك سيلز، تمام، الفيرست لاين الفاجوسايتس، تمام، والناتشرال كير سيلز. مهم تتذكروا الفيرست لاين، ومهم تتذكروا انه الفاجوسايتس بتتعرف، تمام، واكستريمينيت تتعرف بتدمر هاي الاشياء بشكل اولي. ناتشرال كيلر سيلز، ميوتانت اند كانسر سيلز، بتشتغل على الكانسر والميوتانت سيلز، الخلايا الغير طبيعيه. السكند لاين للانترنال اميونولوجيكال سيلز، في عندي تي سيلز وبي سيلز، هاي جهاز المناعه المتخصص وهذا الاولي او الطبيعي. تمام، فالجنرال فانكشنز اوف ذا اميون سيستم، ديفنس اجنست انفيدنج باثوجينز، صار عندي باثوجينز فهو بدافع. ريموف سورن اوت سيلز، يعني الخلايا اللي انتهى عمرها زي الار بي سيز اللي خلص عمرها، مش حكينا برضه البليتلت الماكروفاج اللي هي نوع من انواع الاميون سيستم بتتخلص لي منها بالسبلين، فهي بتتخلص برضه من هاي الخلايا ومن التيشو ديبريز. شو التيشو ديبريز؟ هسه حكينا عنها برضه، لما اكسر الكلوت وابطل بحاجتها، مش حكينا بتيجي الوايت بلاد سيلز اللي بتشتغل كفاجوسيتك سيلز بتبلعهم بتتخلص منهم. فهاي التيشو ديبريز برضه من وظائف الاميون سيستم انه يتخلص منها، زي التيشو دامجد باي تروما اور ديزيز كمان يعني. وايدنتيفايز اند ديستروي اب نورمال سيلز، بتخرب الاب برضه بتدمر الاب نورمال سيلز بتتعرف عليها زي الكانسر سيلز ذات ارايز ان ذا بودي. وي هاف فايف تايب، شو انواع البلاد سيلز؟ عندي جرانيولوسايتس واي جرانيولوسايتس، حكينا عنهم برضه. الجرانيولوسايت عندي نيوتروفيل، ايزينوفيل وبيزوفيل. الاي جرانيولوسايت اللي هي المونوسايت والليمفوسايت سواء بي او تي سيلز. نيجي نحكي، هيشوفوا الجدول هون بيحكي لك بولي مورفون نيوكليير جرانيولوسايت. الليكوسايت تنقسم لبولي مورفون نيوكليير جرانيولوسايت اور مونو نيوكليير اي جرانيولوسايت. بولي مورفون نيوكليير يعني عندها اكثر من نواه، تمام، وجرانيولوسايت ما عندها جرانيولز بالسيتوبلازم. مين حكينا اول شيء عندها جرانيولز؟ حكينا النيوتروفيلز والايزينوفيلز والبيزوفيلز، هدول برضو نعتبرهم بولي مورفون نيوكليير، شايفين عندهم اكثر من نواه، اي ثينك اخذتهم بالهستو. ونوع ثاني من الليكوسايت اللي هي مونو نيوكليير اي جرانيولوسايت، عندها نواه واحده، تمام، واي جرانيولوسايت ما عندها جرانيولز بالسيتوبلازم زي البيزوفيلز ايزينوفيلز النيوتروفيلز.
هاي النسب مهم تتذكروهم، خاصة بالهيستوري يا جماعة. ليكوسايت كونسنتريشن 7 مليون، تمام. الوايت بي سي كاونت كلياتهم هاي بالمليمتر نفسها، بس بالمليمتر مكعب. البوليمر فو نيوكليري جرانيولوسايت مينينج جرانيول كونتيننج سيلز، فيها جرانيولز وبرضو اكثر من نواه، نواتها بتتقسم لاكثر من نواه، هذا معنى بوليمر، مش اكثر من نواه، هي النواه نفسها بتكون منقسمه لاكثر من نواه. المونو نيوكليير بتكون سنجل النيوكليوس، واجرانيولوسايت انه ما عندها جرانيولز زي المونوسايت والليمفوسايت. فانكشن اوف جرانيولوسايت، مش حكينا هذول عندهم جرانيولوسايت، هذول ثلاث، ايش هاي وظيفتهم؟ الوظيفة هاي الجرانيولوسايت، الخلايا الجرانيولوسايت، نيجي نحكي عن كل واحدة فيهم. النيوتروفيلز، النيوتروفيلز هي فاجوسيتك سبيشاليس، يعني هي وظيفتها البلع، النيوتروفيلز تبلع الأشياء. they engulf the and destroy bacteria intracellularly، تبلع البكتيريا intracellularly، تمام. مهم تتذكروا لشو يعني، هسا في فروقات. النيوتروفيلز هي فاجوسيتك سيلز للبكتيريا، تمام، هاي أول إشي. وهي الفيرست ديفنس ان ذا وهي الفيرست ديفنس ان ذا سنس اوف بكتيريا انفيجن، يعني مجرد ما الجسم يحس انه في بكتيريا انفيجن، الفيرست ديفنس اللي هي النيوتروفيلز، تمام، لانها انجلف تشتغل كفاجوسيتك سيلز. ذي سكافنج تو كلين اب ديبريز، برضه كمان مسؤوله مش بس على الانجلف للبكتيريا، مش كفاجوسيتك، برضه بتعمل لي كلين اب للديبريز زي ما حكينا. وان انكريز ان سيركيوليتنج نيوتروفيلز typically شو بتعمل لي؟ هي شو بيعني لي؟ acute bacterial infection، يعني لو يسألنا انه صار في عندي increasing بال، يعني فحص دم مريض وطلع في عندي كثير فيه neutrophils، هذا الاشي شو بيعني لي غالبا؟ acute. مهم تتذكروا انه acute يا جماعة، acute bacterial infection، acute bacterial infections، تمام؟ acute، acute، ركزوا لي على acute، acute bacterial infection، لانه بالاميونو برضو حي، وبرضو بالسنوات لقدام المهم تفرقوا بين الacute والchronic infection. الأكيوت بكتيريا، الأكيوت in general غالبا بيكون ارتفاع بالنيوتروفيلز، تمام. الكرونيك بيكون لينفوسايت وهي الأشياء. فمهم تتذكر انه أكيوت وبكتيريال infections بيكون في عندي ارتفاع بالنيوتروفيلز. نيجي نحكي عن الإزينوفيلز، النمبر لهاي الإزينوفيلز بيزيد وين؟ يعني وين أنا فحص دم مريض وكان في كثير إزينوفيلز، هذا الإشي شو بدل؟ إنه المريض شو معه؟ allergic conditions، هو المريض قاعد بصير عنده allergic، حساسية. زي شو؟ زي الأزمة والهاي فيفر، هدول الأشياء اللي بسببهم بيكون أليرجي. and برضو كمان مش بس الأليرجيك conditions بتزيد النمبر للإزينوفيلز، برضو الانترنال بارازايت infections زي الورمز، زي الديدان، البارازايت، هاي الأشياء كلها، الميكروبات، البارازايت، الإزينوفيلز. إذا النيوتروفيلز مهم تذكروا acute bacterial infection، تمام، الإزينوفيلز للألرجي، والبارازايت إنفكشن إزينوفيلز، تمام. والإزينوفيلز هاي كانت إنجلف a larger parasitic worm، هي ما بتعمل إنجلف، النيوتروفيلز إذا بتتذكروا كانت إنجلف فاجوسيتك، الإزينوفيلز ما بتبلع، الإزينوفيلز بترتبط فيهم تفرز مواد بتدمر هاي البارازايت إنفكشن. البيزوفيلز هو الليست نيوميرس، هي أقل عدد منهم، تمام. سينثيسايز أند ستور هيستامين، البيزوفيلز شو وظيفتها؟ تصنع وبتخزن الهستامين وايضا الهيبرين. شو وظيفه الهستامين بالالرجيك رياكشن؟ فبالالرجيك رياكشن اذا يعني لو بدنا ندقق انه الالرجيك رياكشن بزيد فيها الايزينوفيلز، وبرضه البيزوفيلز لحتى تفرز الهستامين، تمام، وبرضه البيزوفيلز بتخزن كمان وبتصنع الهيبرين، اللي هو شو وظيفته؟ بريفنت كلوتينج اوف بلاد، برضه هذا الوظيفه بريفنت كلوتينج اوف بلاد. function of a granulocyte، هسا حكينا عن الجرانيولوسايت اللي هم النيوترو والايزينو والبيزو، نيجي نحكي عن الاجرانيولو زي المونوسايت والليمفوسايت. المونوسايت فاجوسايت، هي برضو فاجوسايت، اذا مين لهسا حكينا انهم فاجوسايت؟ النيوتروفيلز وهسا المونوسايت. المونوسايت هي فاجوسايت ان ذا تيشو ذي كونفرتد تو ماكروفاج، يعني المونوسايت وهي بدمنا كبلازما، يعني ماشيه بدمنا بالبلاد فيزلز، اسمها مونوسايت، مجرد ما طلعت من البلاد فيزلز وراحت للانترستيشيال او للتيشو، الانترستيشيال فلويد للتيشو، عند التيشو، مجرد ما طلعت وفاتت لعند التيشو صار اسمها ماكروفاج. وشو وظيفتها؟ البلع، فاجوسايت. الليمفوسايت هي نوعين زي ما حكينا، بي ان تي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت بتفرز انتي بوديز، هاي الانتي بودي البي ليمفوسايت شو وظيفتها؟ تفرز انتي بوديز، هاي الانتي بوديز بتعمل سيركيوليشن بالبلاد اند ريسبونسبل فور انتي بودي ميدييتد اور هيومورال اميونيتي. مهم تتذكروا الانتي بودي، اور مهم تتذكروا هذا الاسم، هيومورال immunity، مين مسؤول عنه؟ البي لمفوسايت. بينما التي لمفوسايت ما بتفرز انتي بوديز، تمام،
بدلا من ذلك they directly destroy their specific target cells by releasing chemicals that make بتعمل ثقوب بتفرز كيميكال التي لمفوسايت بتفرز كيميكال هاي الكيميكال بتعمل ثقوب بالفيكتم سيلز بتعمل ثقوب بالباثوجين سواء بكتيريا او غيره بتعمل ثقوب بهذا الباثوجين الفيكتم سيلز process called شو اسمها cell mediated immunity اذا مهم تتذكروا الهيومرال اميونيتي مين مسؤول عنها البي لمفوسايت اللي هي اي جرانولار سيلز تمام بينما السيل ميدياتد اميونيتي مين مسؤول عنها التي لمفوسايت البي لمفوسايت بتفرز انتي بودي التي لمفوسايت ترتبط بتفرز توكسين او كيميكلز بتعمل ثقوب بهذا الباثوجين اللايف سباين اوف ذا وايت بلاد سيلز الجرانولوسايت بتضل بالبلاد فور ليس ذان ا داي الجرانولوسايت اللي هم النيوتروفيلز بيزوفيلز ايزينوفيلز بتضل اقل من يوم تمام بالتيشو بتضل اقل من يوم تمام وبالتيشو بتضل من 3 لاربع ايام هسا بالدم هاي الجرانولوسايت بتضل اقل من يوم يعني هي بتتصنع تمام بتعمل سيركيوليشن بالبلاد بس ما بتضل بالبلاد اكثر من يوم خلص اكثر إشي يوم تمام فليس ذان داي تمام بينما بالتشو لما تغادر هاي البلاد فيزل وتروح على التشو بتقدر تضل من 3 لاربع ايام when there is serious infection their whole life span is shortened for a few hours يعني لما يصير في عندي serious infection لما يكون حاط بالوضع الطبيعي بتضل بالدم أكثر إشي لحد يوم وبالتشو بتضل لثلاث أربع أيام بس لما يكون عندي infection بتقل تمام لحد إنه life span تاعها بصير بس hours طب ليه؟ ما هو في عندي infection يعني هي حتشتغل وهي لما تشتغل أساساً بتبلع وبتموت يعني هي نفسها كمان بتموت بس تتخلص من الباثوجينز فاللايف سبان تاعها بسرعة بيخلص لأنها شغالة حالياً شغالة قاعدة بتبلع قاعدة بتفرز توكسينز وقاعدة بتموت برضو معهم لحتى تموتهم تمام؟ بينما المونوسايت stay in the blood من 10 ل 20 ساعة تمام بضل بالبلاد من 10 ل 20 ساعة can leave to different tissue where they form tissue macrophage هاي المونوسايت بضل بالبلاد من 10 ل 20 يوم بس تغادر البلاد بصير اسمها tissue macrophage tissue macrophage can live for months بتقدر تعيش لشهور تمام إذا صار في عندي infection هاي الماكروفاج ممكن تموت بشكل أبكر تمام دقيقة بالله برجع لكم تمام اخر اشي اذا صار في عندي انفكشن ممكن هاي تموت earlier نفس فكرة الجرانولوسايت تموت بشكل ابكر لانها شو حكينا بتشتغل قاعدة بتعمل انجلف قاعدة بتفرز توكسينز قاعدة بتموت برضو مع موت هاي مع انها يعني هي بتضحي بحالها قاعدة فعليا فبصير حياتها اقصر الليمفوسايت circulate between blood and lymphoid tissue الليمفوسايت بين البلود والليمفويد تيشو قاعدة بتدور يعني من الغدد الليمفاوية للبلود قاعدة بتدور بيناتهم تمام through lymph من خلال الليمف تمام الليمفوسايت تمشي بالليمف وبتدور بين البلود وال الليمفويد تيشو والسرفايف من 100 ل 300 يوم بتضل عايشه من 100 ل 300 يوم وهيك بنكون خلصنا ويعطيكم الف 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 عافيه